هوني ليك وليك تعال تعال اضرب من البيت. ايه ليك وينو روح اقعد فيه. خذوا كل الولاد هبطوا وضعك اياه. ما ادري الحقائق حد لي بقى زيت على الدخان ما دقتوا لي وما عدوني على اللاصقي شقوني كل شيء والله ما عرفت وين رايح بالدنيا. كرشيه خذ البر حولها انت من خلق الماء الطائفي. هاي في سيارتين ثلاثه. اي شخد عمرك؟ والله ماني مدرخ والله قديم شوي. بيي عاش 106 سنين. ايوه وانت؟ والله وانا بحوالي ال 60 70. انت عمرك 60 70 خذ انا عمري 60 70. وينك انت وينها؟ ولك والله قديم يا اخي. انت سني ولا علوي؟ نعم سني ولا علوي؟ علوي. لا والله علوي. علوي نحن سنه. ها؟ نحن ايه نحن سوار نحن سنه. ولك يا ابن عمي على راسي هيا كلمة ولك هيا طلقة بكل الدنيا ما خيروا. ايه وعلى كل حال لك امشي شيء والله كليتنا مخاليق الله وكليتنا ما حد يخالق حد يغير. هلا لو جمعتك كم شو واحد مننا سألتك بالله بيتركوه ولا بيقوسوه؟ والله هلا سألتني بالله. ايه والله ابن ادم هذا كب مويد وجهه. نحن لا تخاف ما رايحين نقتلك. ها؟ ما رايحين نقتلك ولا رايحين نحكيك، بتعرف ليه؟ لا لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا كبير ولا طفلا صغير ولا امراه. والله هيك ديننا نحن، دوين كانوا انتم شو؟ والله حد جماعتنا ما حيفزينا يمكن. والله حيفزينا. من وين انت؟ من وين؟ من وين انت؟ شكرا. من وين انت؟ من وين؟ والله من عين الجوزي. من هون من عين الجوزي؟ ايوه عين. هذا البيت هون فاضي. روح اقعد وفي اكل وفي شرب ولا تخاف. واللي بحكيك اذا حد حكاك قل له انا ابو فراس تركني. روح عمي روح هون امان. قل له ابو فراس امني ما حد يحكيني. والله على راسي انت وعائلتك وكل جريتك. ايه الله يبارك. روح عمي روح مشان اذا صار اشتباك ما تنصاب. روح الله يبارك لك ليك الاوادي ما بتنقطع. اي واحد بحكيك قل له ابو فراس امني ما حد يحكيني. والله روح عمي روح هون مشان اذا صار اشتباك. روح عاد هون اذا صار اشتباك مشان ما احد يصيبك بالغلط. روح عمي روح انت رجال كبير. رجال كبير انت. الله يبارك فيك. روح عمي روح. شكرا. كل كنزوق على راسي. روح عمي روح انت. لا بنت صغيرة لا كبيرة. اذا بتريد من فضلك نبدل حقلي شوي. لا ما في اشتباكات هلا نحن وياهم.